Anch'io lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché non sono fiero, sono l'egiziano. شرم الشيخ أجمل بلد في العالم، ونتمنى إن العالم كله بنوجه له رسالة، بنقول له كله لازم يجي مصر وكله لازم يجي شرم الشيخ. وطبعا بندعم كمان رئيسنا اللي جاي اللي هو الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، ونتمنى إن شاء الله كده 2014 يبقى هو رئيسنا. وعايز اغني له واقول له ايه؟ سي 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 يا سي سي انت رئيسي يا سي سي، سي 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 يا سي سي انت رئيسي يا سي سي. حبيب قلبي بنرحب بيك في اخبار اليوم، وبنقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه العام الميلادي الجديد. كل سنه وانتم طيبين، وعايزينك النهارده وانت في مدينه شرم الشيخ وبتحتفل في حمله كمل جميلك مع ترشيح الفريق اول عبد الفتاح السيسي، عايزك تقول كلمه عن الحمله او كلمه للحمله. بقول طبعا الواحد مبسوط جدا انه بيشارك النهارده في ايفنت ومهرجان زي دون، لان احنا لازم ندعم بلدنا، وبنقول مصر بلدنا بخير، وشرم الشيخ من اعظم بلاد السياحيه في العالم. بنقول لهم تعالوا مصر، لكل العالم تعالوا مصر، تعالوا شرم الشيخ، احنا عندنا دلوقتي سياحه حلوه وعندنا امان وعندنا سلام، فما تخافوش. انت ايه ادوارك الفنيه اللي انت بتصورها او اللي انت هتبتدي فيها؟ ان شاء الله داخل صاحب السعاده مع الفنان عادل امام، ان شاء الله داخل الشهره مع الفنان عمرو دياب، ان شاء الله داخل انا عشقت مع الفنان امير كرارة. في حاجه في رمضان هتقدمها الفنان ادوار رمضان؟ امال انا بقول الثلاثه دول هقدمهم في رمضان. الثلاثه دول هيتقدموا في رمضان. كلمه للفريق اول عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله بقول له ربنا يوفقك، وان شاء الله انت رئيس مصر قادم، رضيت ام ابيت.